شورت سيركت تيست. الاهداف بتاعته اول حاجه ان احنا نكسب الار 1 الاكس 1 الار 2 داش الاكس 2 داش اللي هي بقيه البارامترز بتاعت الكوفلنت سيركت، وفي نفس الوقت بيجي العلاقه بين الاي شورت سيركت والفي شورت سيركت والبي شورت سيركت. تمام. هنخش بقى على الكونكشن دايجرام. الكونكشن دايجرام في الشورت سيركت تيست هي بالظبط الكونكشن دايجرام في النودل تيست، كل اللي بنغيره بس الناحيه بتاعه الثانوي. تمام. يعني هنا الناحيه بتاعه الثانوي كنا عاملينها نو لود، هنا في الحاله دي هنعملها شورت سيركت، يعني هنوصل بس ايه سلك كده بين الطرفين بتوع الثانوي. هنيجي بقى نشوف الخطوات بتاعه التجربه، برضه تقريبا نفس الخطوات. بنبدا هنا بيكون الجزء بالصفر في الاول، بتبدا تزوده على هيئه سكيبس. تمام. بس هنا بنزود الجهد تدريجي بالراحه عشان التيارات اللي بتمر في التجربه دي بتكون تيارات عاليه، فهنزود الجهد هنا ستيبس بسيطه، وفي نفس الوقت بناخد قرايه الجهد والتيار والقدره ونسجلهم في الفيشوال سيركت والايشوال سيركت والفيشوال سيركت. تمام. هنا بقى هنتمنى نزود الجهد لحد امتى؟ هنا هنزود الجهد لحد ما نوصل للتيار الريتد. تمام. هنبدا نبص هنا ليه بنزود الجهد لحد ما نبدا نوصل للتيار الريتد مش للجهد الريتد. هنا لو انت جيت في التجربه دي او للدائره اللي احنا كنا رسمينها وعملت كده شورت في المنطقه دي، فانت هنا بتقول لو انت حطيت 220 وهنا كان في لود هيمشي 10 امبير. تمام. لو خليت بقى اللود ده بصفر، تمام، او قللت هنا المقاومه بتاعت اللود، فاكيد التيار بتاعك هنا بيزيد عنه 10 امبير. طب هل ده ينفع في المعمل؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش نزود التيار عن التيار الريتد في الترانسفورمر. فبالتالي هنا اللي بيحصل ان انت بتضطر ان انت تقلل الجهد اللي انت بتدخله عشان التيار يتنميه عند ال 10 امبير وما يعلاش عنه. تمام. طيب احنا هنا عند الجهود القليله، يعني مثلا هتلاقينا لما بنوصل لل 30 فولت هتلاقي بتبدا تجيب التيار اللي هو بتاع الفول لود او التيار الريتد اللي احنا المفروض نقف عنده. تمام. يبقى احنا هنا في الشورت سيركت الفكره كلها بس ان انت لما تيجي تزود الجهد تزود زيادات صغيره عشان يمر تيارات عاليه اللي هي تيارات الشورت سيركت، واول ما بنوصل للتيار الريتد او الفول لود بنقف. طب هنا هتيجي تبص في المعمل هتلاقيه بس في الناحيه بتاعت ال 120 هو اللي مديك التيار بتاعها وقال ان هي 16.6 امبير. تمام. فبنعمل ايه؟ فبدل ما نعمل شورت سيركت بسلك بنعمله بالاميتر، وبيكون الهدف بس بتاع الاميتر ان احنا نلاحظ التيار اللي بيمشي هنا عشان اول ما نزود الجهد ونوصل للتيار الريتد اللي هو 16.6 امبير اللي هيظهر هنا في الاميتر ده نقوم جايين موقفين التجربه. لكن الاجهزه اللي هي الفي والفولتميتر والاميتر والفولتميتر اللي في الناحيه الابتدائي هم اللي بياخدوا القرايات اللي انا بشتغل عليها. تمام. خلاص انا وقفت التجربه عند القيمه بتاعه تيار الفول لود. بعد ما تخلص الجدول بتاعك هتبدا ترسم البي شورت سيركت والبي شورت سيركت مع التيار الاي شورت سيركت. وبعد كده يبقى احنا كده حققنا الهدف ده في التجربه، وفاضل لنا الهدف الثاني اللي هو الحسابات بتاعت البارامترز. عشان تحسب البارامترز هتبدا تروح للجزء او الايكوفالنت سيركت، تمام، وتشيل اللود وتحط شورت سيركت وتشوف اللي هيحصل. هنحط هنا كده شورت سيركت، فهيبدا هنا نلاحظ ان التيارات بتاعت الاي تو داش كبيره جدا بالنسبه للتيارات بتاعت الاي نود، فبنهمل التيارات بتاعت الاي نود وبتبقى عندنا الار 1 والاكس 1 بالتوالف مع الار 2 داش والاكس 2 داش. تمام. هنرجع هنا نبص في الدايره، احنا قلنا المعطيات اللي بتحسب البارامترز بتاعت الدايره دي هي الجهد والتيار والقدره. هنبدا نقول ان القدره اللي بتستنفذ في الدايره دي بتستنفذ في المقاومات اللي هي الار 1 والار 2 داش، فبنسمي الار 1 زائد الار 2 داش بنسميها ار شورت سيركت، وبنسمي الاكس 1 والاكس 2 داش بنسميها اكس شورت سيركت، وبنقول ان الباور بتساوي الار شورت سيركت اللي هي الار الكليه في الاي سكوير، من هنا اقدر احسب المقاومه، وفي نفس الوقت برضه بنقول ان البي الكليه بتساوي الزد في الاي، ومن هنا اقدر احسب الزد شورت سيركت اللي هي الزد الكليه بتاعت الدايره. تستخدم او تطرح زد سكوير ناقص ار سكوير تاخد الجذر دي بالاكس شورت سيركت، ومن هنا يبقى انت معاك الاكس شورت سيركت الاكس الكليه والار الكليه. بتبدا تفرض فرض وهو ان اكس 1 بتساوي الاكس 2 داش بتساوي نص الاكس الكليه، والار 1 بتساوي الار 2 داش بتساوي نص الار الكليه. تمام. كده احنا حسبنا البارامترز بتاعتنا. المفروض نظريا ان الارات والاكسات دول ثابتين على طول الجدول لانهم قيم حقيقيه، بس احنا بنحسبهم بيكون الافضل ان انت تحسبهم عند تيار الفول لود او الحته اللي بيحصل عندها تيار الفول لود. تمام.
عايزين نقول ايه تاني؟ بالنسبه للباور عندنا هنا الباور اللي بيسحبها الترانسفورمر في حاله الشورت سيركت بيوديها فين؟ زي ما احنا قلنا هنا مفيش حل، فبالتالي يبقى هي لوسز. طب اللوسز دي هل هي كفر لوسز ولا غير لوسز؟ فهنبدا نبص هنلاقي ان هي كفر لوسز، لان هنا قيم التيارات اللي بتكون في التجربه دي هي قيم تيارات تحميل، فبتبقى الكفر لوسز هي قيم معتبره في اللوسز يعني ما نقدرش نهملها، وبتبقى هي اللوسز اللي في التجربه. طب ليه ما نقولش ان هي غير لوسز؟ لان هنا لو جينا بصينا على قيم الجهد تمام؟ فنلاقي ان هنا قيم الجهد قيم صغيره جدا بالنسبه للفيريتد تمام؟ فيبقى احنا عندنا مثلا الجهد مثلا بتوصل مثلا ل 10% او 15% من قيمه الجهد الريتد، فبالتالي غير الدروس المقابل ليها بتكون قيم صغيره مش معتبره يعني بنهملها، وبنقول ان النص اللي في الاختبار بتاع الشورت سيركت بتمثل الكفر بوسز، زي ما احنا قلنا ان الكفر بوسز بيعتمد على التيار تمام. فممكن تستخدم الكفر بوسز بين حالات مختلفه في التشغيل، لو الحالات دي التيار فيها بيكون واحد فتقدر تقول ان الكفر بوسز في الحالات بتاعه التشغيل دي هي برضه واحد تمام. لو احنا عندنا هنا الترانسفورمر برضه بتاع 11 كيلو فولت ال 380، لو احنا عايزين نعمل اختبار الشورت سيركت في الترانسفورمر ده تمام، هنعمله عند اللو سايد ولا الهاي سايد تمام. فاحنا هنقول ان من الافضل ان انت تعمله عند الهاي سايد. طب ليه الهاي سايد؟ اول حاجه انا الهاي سايد مش قلقان من الجهد العالي اللي موجود تمام، لان انا مش هوصله كله، انا هستخدم مثلا في حدود 10% من الجهد ده في تجربه الشورت سيركت تمام. يعني انا مش هوصل ل 11 كيلو فولت، انا ممكن اقول مثلا انا هوصل ل 1000 فولت ولا حاجه تمام. طب ايه الهدف الاساسي اصلا ان احنا نشتغل عند الهاي سايد؟ هنبدا نقول لان هنا لو انت مثلا بتقول ان في تيار 10 امبير بيمر هنا في ناحيه الهاي سايد، فالتيار ده هيروح الناحيه الثانيه ناحيه اللو سايد هيكون 300 امبير. فاحنا هنا طبعا احنا بنوصل لقيمه التيار الريتد اللي هو ال 10 امبير لو احنا شغالين عند الهاي سايد، او ال 300 امبير لو احنا شغالين عند اللو سايد. فبيكون الافضل ان انت تشتغل عند الناحيه اللي يكون فيها تيارات اقل، بحيث ان انت اجهزه الكريز بتاعتك تقدر تتعامل مع التيارات دي وما تتعاملش مع تيارات كبيره. كده احنا خلصنا التجربه بتاعت اللود تيست والشورت سيركت تيست، وطلعنا البارامترز وطلعنا العلاقه اللي ما بين اللوسز والتيارات مع زياده الجهد، واللوسز والتيارات برضه مع زياده التيارات في حاله الشورت سيركت.